السلام عليكم، معكم فنانة زهيرة رباطية. كنبغي نقول للمغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، كنقول لكم سنة سعيدة بالصحة والسلامة وطولة العمر، ويتعادوا علينا الأعوام بالخير والتيسير إن شاء الله. الأعوام كلها زوينة، الله ينجينا وينجيكم من شر الخلق. أما كل شيء الحمد لله، العام كيدوز وحنا يلي لمشينا ما كنعاودوش نرجعوا. دازت ماشي غنقول غير 2023 اللي داز زوينه، الاعوام كلها زوينه الحمد لله، ان ربي رزقنا الصحيحه ورزقنا حب الله وحب الناس. كنا صغيره حنا نبتنا على ابواب ايدينا الرؤساء الامازيغيه، واش المزيره ما كتفكرش انها دير شي ديو مع شي فنان امازيغي؟ ليا الشرف والا جا الا تعرض عليا هذا العمل نكون سعيده به ان شاء الله. عندك جمهور ديالك في اكادير بواحد يعني كثرة، شنو بغيت تقدمي لهم؟ يعني في الا جاتك مناسبة اخرى تغني في اكادير مثلا في شي مهرجان كبير هنا في اكادير غادي نكون معاهم بكل حب وكل ثقة، وغادي نعطي كل ما عندي، والجمهور عندي في المغرب كامل وخارج المغرب فين ما كانوا المغاربه، حتى الجاليه المغربيه المقيمه على برا، يا في الدول العربيه يا في اوروبا، ملي كنكون حاضره معهم كنحس براسي انني كاينه وكيحبوني. 2024 شنو هو الجديد ديالك للناس؟ الجديد غادي يكون ان شاء الله عمل غنخليه لكم مفاجأة، وغادي نخلي الجمهور هو يعطيني رأيه، غيكون عمل زوين إن شاء الله يا رب. الأمسية اليوم دازت مخيرة مع ناس أكادير، كنبغي نقول إدارة مونغوس شكرا لكم على حسن الضيافة، السهرة كانت رائعة، شكرا سي حسين ولالة سكينة. شنو التفاعل ديال الناس وهذا التفاعل معك بهذه الطريقة مزيانة، شنو هو السر ديالك اللي كيخلي الناس أنهم يتفاعلوا معك بهذه الطريقة؟ قال لك إلا حبك الله حب فيك عبده، ما كاين حتى سر، هذه بركة من عند الله الحمد لله، بها كيتجاوبوا معنا الناس، هذا هو الفضل. لالا زهيرة بغينا نشوفوك في مهرجان تيميتال اللي كيدار في أكادير إن شاء الله يا ربي. فوالا شي رسالة باش أنه عيطوا لي أنا موجودة، أنا كاينة حاضرة ناظرة، غنكون معكم إن شاء الله، أنا تحت الأمر والأمر لأمر الله، ولي الشرف أنني نخدم مع ناس سوس. السكاسة مباركين يمدن أكادير. الاحتفال ديال رأس السنة هذه حاجة كتكون درناها هذاك العام وعاودنا نعاودوها كل عام، كما كتشوفوا أكادير تقريبا كل شيء محتفل براس السنة، فكنتمنى سنة سعيدة للناس كاملين بكل ما تمنوا إن شاء الله. كيفاش كتحتفل سكينة هي براس السنة؟ سكينة كتحتفل براس السنة مع الأحباب، كنفضل أنني ندوز مع الناس اللي عزاز عليا، سورتو كخصنا نستغلوا اي لحظه مع الناس اللي عزاز علينا، سواء في المناسبات الاعياد ديالنا، في الاعياد الدينيه، في اي مناسبه، انا فورمي شي حاجه ليا مهمه. حنا كنشوفوا في راس السنه كيكون بزاف احتفالات النشاط الشطيح وهذا، اليوم انتم حضرتوا لينا المسيح، يعني كاينه كوميديا، كيفاش فكرتوا على الفكره اننا ندخلوا لا كوميدي؟ ان شي حاجه جديده في اكادير كنظن اللي ما عمرها ما كانتش، المدن الاخرين ممكن يقدروا ديجا كانوا، ديجا الكونسيبت ديالنا حنا سوغ اكادير هو اول واحد الدار باش يكون انتين سبيكتاكل شو، هادشي ما كاينش في اكادير، حنايا لي سول اللي كنديروها في اكادير، وكنحاولوا دائما نديروا شي حاجه جديده، لان الا ما درتيش الجديد كتنسى، ديما خاص الانسان يدير الجديد باش يبقى ديما غادي. شنو تقدروا تقولوا على الاحتفالات في راس السنه، ولا كاين راس السنه الامازيغي حتى تكون احتفاليه خاصه ليها؟ ضروري، بكوني انا امازيغيه فضروري راس السنه الامازيغيه تاو نحتفلوا به، خصوصا سيدنا انه قرر انه يدير عطله رسميه في المغرب، فهذه حاجه اللي فرحتنا احنا كاملين، فاكيد غادي نحتفلوا به. كاملين سنه سعيده بصحة وسلامة وكل ما تمناو، واسكا صمباركي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.